اهلا بكم متابعينا ومتابعي جريدة اهل مصر من كل مكان. احنا معاكم النهارده في لايف جديد من داخل محافظه المنوفيه. المنوفيه منذ دقائق قليله شهدت وما زالت تشهد سقوط للامطار في سماء محافظه المنوفيه، خاصه مركز اشمون، وايضا تشهد البرق والرعد داخل محافظه المنوفيه. في سماء محافظة المنوفية زي ما حضراتكم شايفين كده البرق والرعد في سماء محافظة المنوفية. الأجواء الشتوية رجعت تاني داخل محافظة المنوفية. تفاجئ أهالي مركز أشمون التابع على محافظة المنوفية لصدور البرق والرعد من داخل المحافظة. في سماء المحافظة يوجد البرق والرعد، وأيضا سقوط الأمطار والتي ما زالت تتساقط حتى الآن. أمطار خفيفة ولكن ما زالت تتساقط حتى الآن. طبعا تفاجأ أهالي محافظة المنوفية بسقوط الأمطار والبرق والرعد في سماء محافظة المنوفية. حبينا ننشر لكم من خلال جريدتنا جريدة أهل مصر سقوط الأمطار وأيضا البرق والرعد في سماء محافظة المنوفية. زي ما حضراتكم شايفين الطرق قد تلت من سقوط الأمطار في مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية. وايضا شهود البرق والرعد في سماء محافظه المنوفيه. زي ما حضراتكم شايفين الرعد ما زال متواجد في سماء محافظه المنوفيه. اهالي المنوفيه شهدوا الامر واستغربوا استغراب شديد، خاصه ان درجات الحراره كانت مرتفعه اليوم داخل جميع مراكز محافظة المنوفية. طبعا في وقت سابق كانت قد تمركزت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك استعدادا لهطول الأمطار المتوقعة في الفترة الماضية. وكان قد وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية. زي ما حضراتكم شايفين احنا ما زلنا متواجدين معكم الآن.